مهندس عايز يعمل الاناليتيكال موديل بتاع الشي رول بتاعه، عامله ازاي؟ اسرع طريقه اروح جاي مختار اللير اللي اسمها مين؟ مين يا باشمهندسين؟ اختار اللير اللي اسمها مين؟ شي رول. اكسبورت سبورت شي رول اهي. في مشكله عندكم كده؟ سبورت شي رول. برسمه كخط في البلان. ليه خط في البلان؟ لسه شرحينها. قلنا عشان ده مساحه. المساحه دي لو بصيت لها في البيبان كانها ايه؟ خط. اجي من السي جي بتاع الشيرول اهو، من هنا خط وهنا خط. يبقى هو ده البرنامج مين؟ بيراه. لو في كاميرا لازم الكاميرا توصل لفين؟ اي نقطه عليه. اي نقطه ايه؟ على انما العمود لازم توصل فين؟ السي جي. تعالى شيرول زي دي اعمل فيها ايه؟ نفس الكلام، خط منين؟ من هنا لحد هنا. شيرول دي خط من هنا لحد هنا. ها في شيرول تاني؟ اهي. من هنا لحد هنا من هنا لحد هنا. نعم؟ هنتكلم على الفلوس دلوقتي. في مشكلة يا باشمهندسين؟ حد عنده أي مشكلة كده؟ شيرول زي ده من هنا من هنا. تعال نبص على ده بقى. ده مفيش فيه مشكلة الحمد لله، ليه؟ ولا في مشكلة؟ في كاميرا اهي. في كاميرا اهي. يبقى لازم ده ارسمه خط منين؟ منين يا جماعة؟ مش من السي جي بتاعه بقى. من النقطة دي لحد هنا كده. ليه يا باشمهندسين؟ طب ليه نغير؟ ليه؟ مش هنغير عشان لا، أنا دلوقتي البرنامج التحليلي مش هروح له غير الخط ده. هو ده الخط التحليلي. هو أنا مش هقدر أحرك أي شيرول لغاية المنتصف. ماشي، ما هو أنا رسمت ما نقلت دي هو اسمي. عملت لها موف. في مشكله عندك؟ موف من هنا جبتها هنا كده. ده شكل الخارجي، الاطار الخارجي. انا محتاج في حاجه، انا كل اللي يهمني اللي جوه ده تحليلي. ليه؟ عشان نرسم الخط اللي فيه. مش عايز تقللي سي بي، بس اهم حاجه ترسمي الخط في النص بتاعه. خليه سي مش هيفرق معاك، لان انا لما باجي ارسم هرسم من الخط ده. لما اجي ارسم العمود برسم العمود بقطعه ده. هتشوف دلوقتي احنا بنصدر دلوقتي، هتفهم اكتر لما نصدر على الكابل. تعالى ها لاين تاني اقوله من هنا لحد هنا. لحد فين؟ لحد الكبد ده. وبعد كده لحد فين؟ لحد اخر حاجه. في مشكله كده يا جماعه؟ باشمهندسين امسك ده كنترول او من غير كنترول، امسك ده وامسك ده واقول له ايه؟ ام اي ميرور شيفت كليك يمين من بتوين تو بوينتس، فين منتصف النقطتين؟ ده وده. خط كده راح الناحيه الثانيه الاناليتيكال. في مشكله؟ تعالى ده لاين ارسم ازاي؟ اهو من هنا لحد الجريد ده لحد هنا لحد هنا. وصلت؟ وصلت كده كاناليتيكال موديل. في مشكله يا باشمهندسين؟ الاناليتيكال موديل كده في مشكله؟ طيب بالمره بقى معلش عشان ما ننساش، نعمل لير ايزوليت للاعمده وندخلها في اللير اللي اسمها ايه؟ سبورت مين؟ لير ايزوليت الأعمدة واختارها كلها ما عدا الشيرول. اختار الأعمدة اللي عندي كلها يا باشمهندسين عشان ما انساش اهو. احطهم في اللير اللي اسمها ايه؟ سبورت ايه؟ عشان ما انساش بس وانا بصدر في التاب ابقى عارف انا فين. في اللير اللي اسمها ايه؟ سبورت ايه؟ في مشكلة يا باشمهندسين كده؟ حد عنده اي مشكله يا جماعه كده؟ عايز ارسم الكاميرات بقى اعمل ايه؟ لير اجيب من هنا مين؟ سبورت. كام الكاميرات هنفرضها كام؟ قلنا بشوف ايه يا جماعه الكاميرات؟ اكبر سبان عندي، اكبر سبان عندي واعمل ايه؟ هقسمه على كام؟ لو هو سيمبل على كام؟ على 10، لو كونتينوس على 12. تعال نبص على اكبر سبان عندنا. تعالى كده نخش على ده، نعم ناخد خط ايه؟ اليونت دي. المشكلة دي ابعاد ايه؟ معماري. تعالى ناخد من هنا ايه؟ ايزو 25. لا خلينا في ده. اقول له ايه؟ دايمنشن، كويك دايمنشن. خد لي ده كده ايه؟ كويك دايمنشن كده عليهم. كام ده؟ 5 4 متر و40
مش متر اسفلت مش عارف اول مره تنزل ماي اظهر انا 5 متر اول مره تنزل ماي 5 متر يعني اكبر زمان كاميرا كام كونتينوس ولا مش كونتينوس 5 متر 20 كونتينوس صح ده كده كام 5 متر 5 متر 20 هو اكبر حاجه عندنا كام 5 متر 20 على 12 يبقى نقول له 5 متر 20 على ال 12 تطلع كام يعني 50 قلنا هناخدها كام سنتي خدها 60 سنتي ليه 60 سنتي ليه 60 يا جماعه 50 ايه ده 50 ده المينيمم خالص انت خليك في السيف سايد اكتر يعني شويه خليها كام 60 سنتي ماشي يبقى انا خليها كام 25 بكام 60 حد عنده مشكله ما دي سيمبل اهي سيمبل يعني 5 متر على 10 يبقى 50 سنتي خليك في 60 ايه 60 سنتي مش في مشكله كده يا جماعه ارسم الكاميرا ازاي اجيب الليير اللي اسمها ايه سبورت بيمز اهو اي اكس 25 بكام 60 اقول له امر ليه امر مين لايت لايت بص بعمل ايه ارسم من هنا للسي جي للسي جي بص بقى لو رسمتها على بعضها حته واحده لحد هنا مش فارقه ليه مش فارقه ليه مش فارقه لان دي كلها على بعضها كاميرا واحده صح المفروض المومنت عليها عامل ازاي صفر ويطلع وسالب وينزل هتريحنا بعد كده لما اجي اصفر المومنت بتاع الكاميرا في البدايه وفين؟ وفي النهايه لو رسمتها على بعضها حته واحده بس كبرنامج تحليل بيقول لك يا باشمهندس افضل حاجه ان انت ترسم لي الكاميرا حته حته هنا حته حته هترسمها لي من هنا لهنا عشان برنامج التحليل اللي هو الاتاب يولد لك ايه هنا؟ نقطه تحليليه هنا يولد لك ايه هنا؟ نقطه تحليليه ماشي؟ اقول تاني لو رسمتها على بعضها حته واحده ككاميرا مش فاهم لو رسمتها حته وحته وده افضل حاجه برضه ايه ده افضل ايه؟ تعالى نخش كده ده ليه ويت كده شير وول كده ده لاين ويت برضه نزل لاين ويت اشير وول شنو عايزين هنا اشير وول؟ شكلك حذفتها احنا بنعمل ال ماشي ماشي يا باشمهندسين نطمن بس ان العمليه كلها في اللير الثانيه اللي بتاع الكولم معلش تاني لا في اللير اللي هي الكولم عرفت منين؟ اتعزلت لوحدها طيب تعالى نختار اللير اللي اسمها مين يا جماعه؟ البيب اهو اخترنا اللير اللي اسمها البيب سبورت 25 بكام؟ 60 اقول له امر لاين اقول له منين لفين؟ هنا لهنا عشان يوليد لي عقد تحليليه عايز يا راجل تشتري على بعضها حته واحده برضه مات ايه؟ لحد فين؟ لحد فين؟ النقطه التحليليه بتاعتها دي لاين ويت برضه عشان تبان زي ما احنا قلنا اجي على فين؟ سبورت 25 نديها كام؟ شير وول اهي في حد عنده مشكله كده يا باشمهندسين؟ ده ارسمه منين ده؟ لاين كاميرا زي دي ارسمها منين؟ اي نقطه ممكن ارسمها من بره من السي جي خليك من السي جي عايز تخليها من بره عشان حد البلاطه يبقى افضل حاجه احنا قلنا الطرفي اخد الكاميرا منين؟ عشان حد ايه؟ حد الوقت اقول له من هنا لحد هنا بعد كده ده اقول له من هنا لحد فين يا باشمهندسين في كده التماسك خلاص الراسي اقول له منين من هنا لحد فين شفت الموضوع بقى بسيط ازاي طيب كاميرا زي دي عشان نبقى ايه ارسمه وانا هناك دي تترسم منين لفين هتقول لي من العمود ده يا باشمهندس لحد فين لحد هنا اللي هي الحاجه اللي هتشيلها اهي شو ما ده اللي هيشيلها شير وول شو ده الشير وول اللي هشيله وصلت يا باشمهندسين حد عنده اي مشكله بنفس الاسلوب اكمل ايه باقي الكاميرا بالموضوع ده